لو وقفت عند الاعاقه كان زماني بشحت في الشارع. انا مش معترف ان انا عندي اعاقه اصلا، بدل ما انا بشتغل 18 ساعه و17 ساعه وببيع وبكسب. لعبت في نادي اتحاد الشرطه الرياضي، وبعد ما لعبت في نادي اتحاد الشرطه الرياضي التحقت بمنتخب مصر، لعبت بطولتين في منتخب مصر، حققت ميداليات، وبعد كده سبت السيره الرياضيه خالص لان ما كانش الدنيا مجزيه قوي. وبعد كده طلعت بره، حاولت اشتغل، لقيت الدنيا صعبه بالنسبه لي. يعني الناس بتبص للمعاق على ان هو يعني عاله على المكان، وهو مش عاله يعني، بس بعض الناس، لكن في ناس متعاونه جدا. عانيت بقى، عانيت جامد. اشتريت عربيه سوزوكي بمعاونه اصحابي، طلعت اشتغلت بيها على الدائري فتره كبيره جدا. الناس بدات تعرف ان العربيه مجهزه، بدات تحصل مشاكل مع الناس، لقيت الموضوع صعب ان انا اكمل على العربيه. بعت جزء من حاجات من البيت عندي عشان اجمع ثمن العربيه بمعاونه ناس من المنطقه، ولميت ثمن العربيه وبادئ بقى لوحدي بقى المره دي. انا محتاج ان انا اتعرف بشغلي ومجهودي، مش عايز نظره شفقه. انا مش، الحمد لله انا بعرف اشتغل. في شباب دايره تلف في الشارع، وشباب بتشرب مخدرات، وشباب بتشحت. لا، انا هشتغل زي اي شاب. انا راجل بطل عالم، كنت بطل يعني رياضي معروف الحمد لله. يعني بكافح طول عمري، اكافح وهفضل اكافح. مش مسموح لي ان اركب ميه وانا معايا رخصه. نفسي بدل ما الرخصه تكون 3 سنين وبعد 3 سنين مش عارف مصيري ايه، ممكن اتنقل تاني زي ما اتنقلت في الاول، اتنقل تاني او امشي خالص او الرخصه تلغي. ليه؟ انا راجل عندي اعاقه، عندي اعاقه وبعاني. انا مش عالي على المجتمع، انا بشتغل. لو انا بطلب مساعده لا، قولوا لي لا. انا بشتغل اكتر من 16 ساعه بشتغل، والله بشتغل بجد. ناس كتير جدا عرضت علينا تقف، مش محتاج ان حد يقف معايا، انا محتاج ان انا اشتغل واتميز في شغلي. بس عايز شويه تعاون، يعني وسط الميه دي هتعمل لي حياه، كام كرسي، عايز يعني حاجات بسيطه يعني، مش حاجات كبيره. قصه العلاج دي مش بفكر فيها، بفكر ان انا اعيش، اجيب شقه كويسه لاولادي بدل ما ادفع ايجار، اعيش في مكان ارتاح شويه يعني. اما ربنا يكرم المشروع يتحسن اكتر من كده ارتاح.